انه في حزن، يعني حضرتك متضايق من ناس كتير بسبب عدم احترامهم ليك ماديا ومعنويا وادبيا كمان. هقول لك حاجة، أنا وساعتها كمان كان في كلام اتقال انه الفنان محمد التاجي اعتزل عن الفن، وحضرتك نفيت الموضوع ده وقلت يعني انا يعني مش بيحترموني. يعني لا مش لا, ما لا كلمة مش بيحترموني تقيلة. هم بقى وسائل الاعلام يعني لا هم وسائل الإعلام معرفش هم ليه بيقولوا، أنا قريتها دي في حاجة من الحاجات، كلمة مش بيحترموني دي تبقى يعني أنا لا أقبلها على نفسي، إن حد ما يعني لما نوصل لعدم الاحترام مع بعض فدي تبقى يعني برضه هي لا الصحافة هي ما وصفتها فيش غلط، تقدير ممكن نقول سليم. ما فيش تقدير. التقدير السليم للواحد، أولا أنا يعني هي زي ما تقولي إيه، رب ضارة نافعة. أنا كنت بتفق على عمل واختلفنا وزعلت زعل شديد، لأن إما تزعلي تزعلي من الصحاب أو تزعلي من عشرة العمر أكتر. فاختلفنا واختلفنا بشكل أنا خدته على قلبي يعني كده جامد، وزعلت زعل جامد قوي. وبعدين فكرت إن الجندي اعتزل. بس رجع عن القرار. ما أعرفش هو رجع ولا لأ. هو الفنان يوسف شعبان أعلن اعتزاله التمثيل، النهاية. لأنه ساعتها قال إن هو شبع من التمثيل، وقال إنه في تردي في أحوال الفن، وإنه جيله يعني بيلاقي يعني عدم تقدير زي ما حضرتك قلت، وكمان قال بالظبط إن أبناء جيله تعرضوا للتجاهل والعزل. الفنان يوسف شعبان قال كده. خلي الفنان بالك مش أبناء جيله بس، فنانين ومخرجين وسيناريست، وفي أجيال كاملة من بعد 2010 أنا فوجئنا إن هم قعدوا في البيوت ومش عارف ليه. وده مسؤولية الدولة، مسؤولية التلفزيون المصري، إن لازم الناس دي ترجع تشتغل، لأن دول قيمة وقامة ما نقدرش نستغنى عنهم. الشباب الجديد بيدي روح وطعم، لكن دول يعني زي ما حضرتك قلت ان اعمالهم موجوده لحد دلوقتي، وعلى الاقل احنا بنفتكرها وتفضل خالده أيوة في بالظبط. ذاكره السينما المصريه. لا فانا المهم بس انا يوميها اما اعلنت الموضوع ده انا رجعت غاضب جدا، وفكرت في الجندي وفكرت في يوسف شعبان وكده. فجيت كاتب على الصفحه بتاعتي، هو انا لو اعتزلت هيحصل حاجه؟ والله ما هيحصل ده كان حاجة. شعور ساعتها كنت يعني ده كان كان في شعور غضب، لحظي. شعور لحظي، قلت والله ما هيحصل حاجة. هو ليه إيه يعني؟ إما إيه دول اعتزلوا. فرب ضارة نافعة، إن أنا لقيت الدنيا اتقلبت عليا، وأول مرة اكتشف إن ليا محبين. ياه. اول مره اكتشف ان ليه بعد كل الاعمال والله لا اللي انا 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 عملتها مانيش عطاط، مانيش خلبوص وبتنطط في كل حته. يعني انا ما دام ما فيش شغل او انا ما بشتغلش جوه الاستوديو، انا قاعد في بيتنا. ما بتحتكش خالص بالوسط الفني؟ لا يعني على ما احناش يعني ما مش بحتك بالوسط الفني، ما بحتكش حتى بالشارع المصري. هل ليك علاقة بزمايلك زي الفل، جيل حضرتك كلنا لحد دلوقتي اصحاب وكلنا مع حبايب بعض؟ مين اكتر حد تتواصل معاه لحد دلوقتي في الفنانين؟ لا كتير مين كتير، بس بشكل يعني دائم؟ اصل بصي انا ما لا انا لا بروح بيت حد ولا حد يعني مانيش عوائلي قوي. مش يعني مش اجتماعي ممكن نقول؟ لا انا اجتماعي في محيط أصدقائي الشخصيين، لكن الفنانين كلهم حبايبي وبنلتقي بشكل. وبعدين لما على طول ممكن يبقى في اتصالات، في تليفونات، في بتاع. بس أنا الوقت اللي ببقى فاضيه، لأن ده أنت عارفة حضرتك بيبقى وقتنا محدود قوي، فالوقت بتاعنا اللي بيبقى فاضي أنا بحب أقعد مع أحفادي، أولى بيا، ولادي أولى بيا. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. فبيتي هو البتاع، لأن حتى لما بتخرجي بيهم
في الـ في 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 يعني في الشارع او كده، او بتخرج بتروحي مكان او كده، بيبقى صعب عليك ان انت تستمتعي بيهم او هم يتونسوا بيك. فقعده البيت هي اللي بتلمنا، اللي بتعمل العيله يعني. بالمناسبه يعني ايه رايك في احوال الفن دلوقتي؟ احوال الفن دلوقتي شيء، السينما بقى والدراما ومسرح كله. في اعمال جيده طبعا بتتقدم، بس للاسف يعني في ناس خدت حقوق اكتر من حقوقها بكتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اشتغلت مع نور، ما اشتغلت مع يحيى الفخراني، ما اشتغلت مع محمود ياسين، حسين فهمي، اشتغلت مع الناس دي كلها، اشتغلت مع اجيال قديمه يعني، واشتغلت مع اجيال جديده الفتره اللي هي ما برضو ما بعد ثوره 2011 دي، ابتدينا نكتشف ان احنا في ناس بقت بدل ما بتفكر في الشخصيه اللي هي بتعملها، وابتدوا ياخدوا مساحات، وابتدوا ياخدوا بطولات، وابتدت ليهم اسامي وبتاع وحاجات كده، ابتدى يفكر في الشخصيات اللي حواليه حتى لو هم مش بيتقابلوا معاه في العمل، وابتدي يقول لك اه لا المشهد ده ممكن يعلي فلان ده. بالظبط، هو ده فعلا اللي بيحصل، واكتر من حد قال كده يعني. ده اللي فايه، لا شيلوا المشهد ده. وبعدين بقى الفنان بيتحكم في عمل المخرج. ايوه بيتحكم في كله، لان هو بيعمل التاليف كمان بيتدخل وفي الانتاج وفي كله. هو بيعمل بقت السكه حاجه واحده، ان هو يصور 3 4 5 ايام، حط الناس دي كلها في جيبه، حط العمل في جيبه،